قرر الفنان كريم عبد العزيز بالاتفاق مع المنتج صفوت غطاس والمخرج محمد علي تغيير اسم مسلسلهم إلى أيام الهروب، وذلك لوجود فيلم بعنوان الهروب قدمه الفنان الراحل أحمد زكي مع هالة صدقي. كريم يسافر إلى أسوان لمدة 4 أيام لتصوير عدد من المشاهد هناك والتي تجمع بينه وبين أحمد وفيه، ومن المقرر أن ينتهي تصوير العمل بالكامل في خلال 15 يوما. ليه مش عايزين تعرفوا حجمكم الحقيقي؟ تعرف ان انا لو مكانك ما اتمناش امنيه زي دي، عشان لو احنا عرفنا حجمنا الحقيقي فعلا هتحسوا قد ايه ان انتوا صغيرين وتافهين كمان. كنت بتعمل ايه هنا يا مصطفى؟ ما دي ارضك ولا دي بلدك؟ تصدق ان انا كنت لسه هقول لك نفس الكلام، لا دي ارضك ولا دي بلدك. كلامي هو اللي حقيقه يا مصطفى، امر واقع.